أنهت فرقة باليه أوبرا القاهرة عروض باليه بحيرة البجع، وذلك بعد عرضه لمدة 4 أيام بحضور جماهيري كبير. بحيرة البجع من إخراج الراحل الكبير الدكتور عبد المنعم كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي. نتابع التفاصيل. في أجواء كلاسيكية شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية العرض العالمي الشهير بحيرة البجع، وذلك ضمن العروض المميزة لدار الأوبرا، حيث قدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرتها الفنية أرمينيا كامل عرض بحيرة البجع من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك على مدار 4 ليالي وسط إقبال كبير من الجمهور. هتشوفها هتبسط، هتحس بتيم وورك، تحس بان الناس دي بيدعموا مع بعض على طول. الناس دول تعبوا وتدربوا كتير عشان يطلعوا المزيكا دي، في روح حلوة قوي 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 ما بينهم. المزيكا اللي بيلعبوها قوية جدا، كل سبت كانوا بيجيبوا حد مختلف يجي يلعب او يغني اوبرا او يلعب كونشيرتوز، فلازم الناس تشجع وتيجي وتحضر، لان فعلا الاداء والمحتوى المتقدم هنا كويس جدا. برنامج بتاع السنة دي كان عظيم، الحفلات اللي على المسارح والفرق العربي حلوة بشكل مش طبيعي، وأغاني التراث اللي ابتدت ناس كتير ابتدت تبقى حافظاها. أنا حضرت أوركسترا مرة ودي تاني أوبرا أحضرها، وكل مرة بحس بانبهار أكتر من المرة اللي قبلها. بالي بحيرة البجع أحد أهم الباليهات الكلاسيكية ذات الأربعة فصول، وعرض لأول مرة عام 1887 في موسكو، ويعد أحد أبرز عروض فرقة بالي أوبرا القاهرة الذي يقدم على مسارح دار الأوبرا المصرية وسط إتقان فني كبير. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.